stomach of the ruminant classification as multilocular and compound. It's some parts glandular and non-glandular in some parts. طبعا تقسم اربع اقسام. معدة المجترات تتقسم اربع اقسام. القسم الكبير هو ما هو رومن بالعربي الفرش، وتيتيلام شبكية، الميزم اند ابو ميزم اللي هي المنفحة. للأسف قاس انفتح المكان بين الرومن والريتيكيلام on the right side. طبعا اكو بعض الغروف عندنا على كلا الجهتين بالرومن من الأسفل تدعى بيلرز، الغروف من داخل يدعى بيلرز. عندنا بعض الغروفات مثل رايت لونجيتيودينال غروف، اكسسوري غروف، عندي ترانزيشنال غروف، ترانسفيرس غروف، هذا كاودال، اكو كرانيال مثل تحت اسفل العين. عندي كورينري غروف دورسال، رايت كورينري غروف دورسال، وفنترال رايت كورينري غروف. عندي دورسال بلانت ساك، فنترال بلانت ساك، on the left side longitudinal groove، left longitudinal groove، dorsal left dorsal coronary groove and left ventral coronary groove. There are dorsal sac of the rumen and ventral sac of the rumen. The ventral sac of the rumen يعني يكون أكبر حجمه، أكبر من الجزء العلوي. Between the longitudinal right longitudinal groove and accessory groove there are ruminal races. جزيرة الكرش تعرف بالعربية جزيرة الكرش. طبعا لمعرفة الجزء الأيمن أو الأيسر من stomach of the ruminant، الجزء الأيمن يحتوي على ruminal races. الأسوفاجس أيضا يفتح بالجزء الأيمن، تكون الأميزم والأميزم والأبوميزم أيضا بالجهة اليمنى. أما الجهة اليسرى تكون يعني هو عبارة عن كيسل جدار الرومن. الآن this part rumen، reticulum، أميزم، أبوميزم. طبعا هذا الأسوفاجس سايد رايت سايد لفت. أميزم تحتوي على صفائح تدعى أميزم لامينة، أميزم لامينة. هاي تقدر تميز بها الأميزم. بالأبوميزم اكو فولد طيات تدعى longitudinal fold. طبعا اكو ارتفاع في نهاية الأبوميزم يمنع الأكل من الرجوع أو الخروج من الأميزم. في بعض الحالات يدعى تورس بايلوريكاس، تورس بايلوريكاس. ريتيكولام، هاي ريتيكولام تحتوي على الأشكال سداسية تدعى هوني كومب أبيرنس، هوني كومب أبيرنس. تشبه خلية النحل طبعا كتجمعات النحل. طبعا الكرش الرومن يحتوي على حليمات بابيليد تختلف
تكون في الجزء الفنترال متطورة أكثر، تكون أطول شوية. Long this ventral ventral sac of the rumen. This dorsal sac of the rumen تكون أصغر.